مرحبا لك جيت عندنا خبر زي العسل اللي هو البدلات وصلوا يعني شنو؟ ايوه يا هو ابو ذا رجعت يا اخي ما انت كفي لي يا اخي بدل اشي هل ما هي رجعت كفي زول يا اخوان احنا ما قاعدين ناكل جيحانين يا اخوان عندنا طلعت يا اخوانا القرقاطه القهربا قاطع لا 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 اي شيء مو مال قاطع تقدر تبرز الكبير حاله بقى صعبه يا اخي اقول لك ما تقول لي انا فيك من الشكاوي بلاش كلي اوعك تقدر تبرز الشكاوي من حقك خليني يا اخي خلاص خير ان شاء الله الساعة 4 بجي ما أحد آخر خلاص كويس طيب مع السلامة بدل أجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي قول السلام عليكم في الأول يا أخي السلام عليكم في الأول يا أخي بدل أجل جات أي ها دي صرفتها صح صرفتها أهو بدل اللبس يا قالت يومين ثلاثة كده يومين ثلاثة يا اخوان يا اخوان حرام عليكم ليه يومين ثلاثة؟ يا اخوان احنا بناكل ما قال لي استغلكم يا اخوان بنتعب ولا حرج يا اخي. يا اخي خليك متيقن وخلي ايمانك بربنا كبير يا سيدي يا اخي كبير. نعم بالله صلاح سلفني ولا مش مستلف من السوق. يا اخي رجاء خاص لو لقيت لك زول سلفك يسلف لي معاك. السلام عليكم. عليكم السلام. مهموم مالك؟ مفلس يا اخي. مفلس حالتي صعبة يا اخي مفلس. انا ناشف ناشف عديل يا بساني يا اخي كملان. طيب انا عندي لك شغل. تشتغل؟ كيف يعني؟ اذا بدك منه؟ انا منو دي خليها. انا عندي لك شغلانية بسيطة وبديك فيها 100 جنيه. 100 يعني 100000؟ 100 جنيه يعني 100000. ايوه اتفقنا؟ اتفقنا هاي. طيب هعمل الشغل شنو؟ انا عايزك ما تقول لي كتل تشيل القروش دي وتخطها في جيبك وتحوم على الناس تسالهم عن حالهم اللي بيقول لك الحمد لله تبقى القروش دي من حقته تديها لطوالي اللي بيقول لك خلاف كده تخليه وتمشي طب اقول لك كلام حب ده التلتل والبزله دي هسه بقول لك الحمد لله وخليه يشيل القروش والله لا لا لا, لا, لا معلش عشان انت عارف الخطه طبعا صح انا معارف انا معارف ايوه فانت تمشي تعدي ساعتين في الكلام اللي انا قلته لك ده ايوه وتجيني راجع هنا بعد ساعتين تلقى ال 100 جنيه بتاعتك جاهزه في حته في حته اللي هي 100000 ال 100000 اتفقنا؟ اي اتفقنا اي يلا السلام عليكم من مين بدين؟ لسه ساعتين لا حافل ده عم جاي تاني. حبيب الحالة صعبة يا حالة صعبة شديد لكن هسه بتجي حافلة هسه بتجي أنت بتحلم يا أبو هاي لك أنت ما تقصت يا نعم؟ لا والله عليك ما في حاجة يا أبو مع السلامة ها يا ولد الشغل معاكم كيف؟ لا امك ما في اي شغل يا من الصباح يا دوب 5 جزمات وخيط لي شبطين من مروحين ساي بس وتعب ساي ارهاق بس ما في اي حاجة حالة صعبة يعني حالة مرة بس يا عمك لا انت قصة تقزع يا سيد كيف؟ تمام؟ يلا كويس؟ كيف عامل؟ كيف الشغل؟ شغل شنو يعني؟ شغل شنو يعني؟ انا شغالين من الصباح بردتين ضارب لي لسي هل حال كيف؟ يا طيب والله يا ابو سيد والله يا ابو سيد هو ده الحال زي ما خليك خلطت لي قروش مصابة ها صفيت القروش ها والله
وين القروش اللي عليك الله؟ هسه على الوقفه دي كيف؟ حارق ولا ما حارق؟ يعني المعنى الحاله صعبه. حاله صعبه مولع نار عديل كده ونحن عارفين والله جات عديل كده. امسك ده شنو؟ ده القروشك. ساعتين انا حايم البلد دي، اي زلزل اقول لي يا اخي كيف يقول لي كوركو نقنق ونقنق شديد ما زيكت منه من ذاتي يا اخي اصعبين. سبحان الله الناس ما بتعرف تحمد الله، ما بيعرفوا دل، ما بيعرفوا دل، صعبين يا اخي دل. الناس المفروض تحمد الله عشان ربنا لما تحمده بيرفع منك البلاء. يا سلام الحمد لله. وربنا نعم. قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم نعم نعم. لكن الله سبحان الله. ايوه انا صعب الله. اسمع دي قروشي. ها؟ قروشي 100 جدا. تفضل. المية دي بتكفيك؟ الله اسكت خليها ساي تكفي شنو يا اخي ولا بتعمل اي عيننا طالعه انا اعمل ديون وظروفي زي الطين وصابر ساكت وبس وحالتي بالبلا بس اديني بس لو عندك حاجه اديني لها عشان نقدر شويه نمشي امورنا بس كان المفروض دي تكون حقتك لو قلت الحمد لله على المية ها لكن خلاص هسه الحمد لله على المية تعال يا اخي الحمد لله على المية تعال الحمد لله يا عمك اسمع الحمد لله يا اخي يا اخي تعال الحمد لله يا اخي يا اخي تعال الحمد لله يا اخي